يا عيني عليك، اقسم بالله شكرا يا جرينتا. كفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. اشترك إذا ما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات، إن شاء الله بتعجبك قناتي. واليوم إن شاء الله راح نسوي ردة فعل على اللاعب المغربي حبيب الله الدحماني، أتمنى أن نطقت اسمه صح. عمره 26 سنة ويلعب في خانة الوسط. وشكرا لكم على الاقتراحات، ويلا ما نطول في المقدمة، ليتس جو. أوه لعب والله فندية كثير ما شاء الله. 1 2 3 4 5 6 7 ما شاء الله، هذا كل اللي لعب فيهم. ما اعرف والله، ترى انا بس شايف انديه كثير والله. اوه هو اللي سجل الهدف، يا عيني بالراس جابه يا حبيبي، ليتس جو. لمسه خفيفه بس، كفو كفو والله كفو. حلوه حلوه حلوه، يلا بدايه المقطع ده نبى حماس نبى حماس. ايش قاعد يسوي ذا؟ قاعد يسرع المقطع. شكله ثاني مرة سجل بالراس، يا سلام عليك. صعبة على الحارس اوه شت، شوف فين حطها ما شاء الله تبارك الله. بيحتفلوا، شوف شوف شوف، يا عيني عليك يا شيخ، كفو كفو. هو رقم اثنين، ايوه. اوه نايس 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 نايس، كان بيصد على الحارس والله، كفو كفو بس والله كفو. قوية جات على الحارس ما يقدر يصدها والله، قوية ما شاء الله تبارك الله. شوف يحب يسوي الاحتفال ده ولا ايش؟ اي 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 هذا احتفال يا سلام عليك يا شيخ. عنده احتفاليات كثيرة والله ما شاء الله. يا سلام. ايش الهرجة دحين؟ وين هو؟ الفريق الأصفر ولا ايش؟ والله ترى ماني عارف. ولا هو اللي شات؟ هذا هو، هذا هو اللي ماسك الكورة. فريق لونه أبيض زبد الفريق حقه يعني. يا سلام على المناولة، شكرا والله. هو رقم 2 100%، خلاص عرفت رقمه دحين الحمد لله. نعرف يعني ايش لما يمسك الكورة. دحين بيناولوا له، ادي ادي اعطيه يا حبيبي، ليتس جو. يا عيني عليك، اقسم بالله مناولات حلوة والله عنده. يا سلام عليك، يا سلام يا سلام عليك، حلوة 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 يا عيني. التصوير شوية بعيد بس يا اخي، يا ريت التصوير يكون قريب. يا سلام يا سلام على الرفع، حلوة حلوة التعريضة. لا 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 لا، شكرا والله والله كفو والله، حلوه حلوه حلوه. ايه ايه فاول يا حكم، وزعلان منه ذا ما ادري ليش، والله فاول واضح. يا عيني عليك، اقسم بالله شكرا يا جرينتا، كفو. ايش فيه؟ ماني عارف ايش الهرجه، ايش صار ايش صار هنا؟ وكيف فاول عليه؟ ما سوى شيء والله. اوه ماي جاد، اداه كرت كمان. عنده فريق، عنده اللون الاحمر. اوكي 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 اوكي، هو هو اللي طاح، هو اللي طاح، شكله هو اللي طاح والله. اتوقع يعني اتوقع هو اللي طاح. ايوه بلنتي ذا صح، هو اداه بلنتي. اوكي هو رقم 2 دحين والله، عنده ايش اسمه، عنده طقمين ايوه، احمر وابيض. هو هذا هو هذا هو رقم 2، هو رقم 2. واو 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 واو، لا لا والله هذا هو هذا هو. يا سلام يا اخي، ذوخته جدي والله، والله دخت انا، يمين الله اني دخت. فجاه يلعب فريق احمر فجاه ابيض، والله ماني عارف ايش قاعد اسوي. ان شاء الله يكون صح كلامي انه يلعب فريق احمر وشو اسمه اخضر، لانه هو لابس احمر اصلا، فاتوقع 100% يعني. يا عيني عليك، حلوه حلوه. دائما يحب يلبس ربطتين هنا في يده. يا عيني يا رايق، اقسم بالله مره مناوله حلوه هذه صراحه، اهنيه والله. يا سلام يا سلام عليك، يا عيني على الجرينتا. ايوه ما يشيل الكره منك سهله كذا، يا عيني عليك كفو. يا سلام على السلام وربي كفو، حلوه 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 يا شيخ، شكرا والله شكرا. ياس والله حلوه المناوله ترى يا جماعه، يا سلام على المناولة، نايس نايس نايس. شكرا شكرا. يا سلام يا سلام عليك، يا عيني عليك الشيخ. شو تفويته كيف؟ وربي شكرا. يا سلام يا سلام عليك، ما شاء الله تبارك الله، عيني عليه باردة والله، لاعب ما شاء الله كبير والله، هني والله.
اللي يعرف اسم النادي حقه بالله يكتب لي تحت. يا سلام عليك يا شيخ، يا عيني اقسم بالله شكرا والله كفو، يا سلام عليك، حلو الدوران والله كفو. او ماي جاد والله تعبوا وربي دوخ جد والله. ديفنس جيم، يقول لك الدفاع كيف يدافع يعني ديفنس. هو هذا اللي في الوسط، ايوه يا سلام عليك، يا سلام قرى الكوره ما شاء الله عليه، هو هذا برضو اللي جاري على الكوره. يا عيني يا حكم، حكم فاول واضح يا ابني، كفو كفو كفو، حتى ما شاء الله يقطع كور. اي والله يا سلام عليك يا جرينتا، شكرا. فاول فاول يا حكم، هذا هو يا هو، هي هي سيبه خلاص. هذا هو هذا هو، يا سلام يا سلام عليك، جيب الكرة يا حبيبنا، يا سلام يا سلام عليك، يا عيني على السلام، شكرا والله. اوه نايس والله، هذا لعيب كمان اللي يلعب بيساري، لعيب ما شاء الله والله. يا عيني عليك يا شيخ، استلاماته مرة حلوة، شوف شوف الانطلاقة والله كفو، اقسم بالله شكرا. يا اخي يعجبوني اللعيبه اللي كذا يخشوا ما شاء الله صح، بس يخشوا على الكوره ما يكسروا. جرينتا الف ما شاء الله تبارك الله، اعطيه يا شيخ وما عليك، يا عيني عليك يا حبيب الله، كفو والله. يا سلام على الارتقاء، كفو كفو، سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على القطع يا اخي، كفو واحدة ما شاء الله، يلعب بلمسة، لاعب ممتاز والله، والله لاعب ممتاز، بس لو التصوير كان أفضل كمان يكون مرة كويس والله كان صراحة. يا عيني عليك شكرا، شوف شوف هذا هو هذا هو، يا سلام عليك، أوه والله مناولة أسطورية بالرأس، يا عيني قاعد يلعبوا بالرأس والله، يا عيني عليكم والله شكرا، كفو. شوف شوف بالراس، كلهم قاعد يلعبوا بالراس، شوف شوف شوف، واحد هذا بالراس، هذا حبيب الله هو، بعدين اثنين يا حبيبي، ثلاثة وسجلوا هدف، ثلاث مرات يا راجل بالراس، شكرا والله. اوه ماي جاد، شوف الضغط كيف من الفريق الأحمر، يا عيني عليك، جيبها جيبها رجعها يا حبيبنا، أو فاول فاول هي، أوه 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 أوه. هو هذا هو رقم شو اسمه رقم اثنين، ده عنده والله عنده طقم أحمر خلاص 100%. مليون في المية كمان. يا سلام عليك يا شيخ، بالجرينتا كان بيطيح بس جاب شوف شوف الانطلاقة، يا سلام يا سلام عليك، يا عيني يا الباص عيون ما عرفتك، شكرا والله. أتمنى المقطع عجبكم، يعطيكم العافية على الدعم، وبنهاية المقطع نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسونا من الاشتراك واللايك والشير، ونشوفكم على خير.